يبدو أن مستقبل الوجود الإيراني في سوريا بات على المحك. مصادر دبلوماسية غربية تحدثت عن اجتماع مرتقب ثلاثي يضم رؤساء مجلس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ونظيريه الروسي نيكولاي باتروشيف والإسرائيلي مائير بن شبات، هو الأول من نوعه بين ممثلي الدول الثلاث المنخرطة في الملف السوري بهدف بحث ترتيبات إخراج إيران. المصادر قالت لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية بأن الملف الرئيسي على جدول الأعمال لرؤساء مجلس الأمن القومي في الدول الثلاث الذين يجتمعون في القدس الغربية سيكون تحت عنوان عام يتعلق بمناقشة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. وأشارت المصادر إلى أن اللقاء حصل بناء على تفاهم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في قمة هلسنكي في تموز الماضي على إعطاء أولوية لضمان أمن إسرائيل. ومنذ ذلك الحين جرت محادثات أمريكية روسية قضت بمقايضة إخراج فصائل وتنظيمات مسلحة تابعة لإيران من جنوب سوريا مقابل عودة قوات النظام إلى الجنوب وإعادة القوات الدولية لفك الاشتباك أندوف إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري. وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن واشنطن تعتقد أن لديها أدوات نفوذ للتفاوض مع موسكو بالتفاهم مع تل أبيب لإخراج إيران وأضعاف نفوذها من خلال الإبقاء على القوات الأمريكية شرق الفرات ومشاركة دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا في التحالف الدولي شرق سوريا، إضافة إلى عرقلة أي تطبيع مع دمشق أو إعادة إعمار في سوريا أو شرعية سياسية للنظام السوري قبل التزام خطوات ملموسة بينها تقليص الدور الإيراني في سوريا مقابل التزام موسكو بإجراءات ملموسة تتعلق بدور إيران وتقليص الدور العسكري والعملية السياسية في سوريا مثل تشكيل اللجنة الدستورية وتنفيذ القرار 2254.